الأصحاح الثامن والعشرون. ولما مضى السبت وطلع فجر الأحد، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لزيارة القبر. وفجأة وقع زلزال عظيم حين نزل ملاك الرب من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه، وكان منظره كالبرق وثوبه أبيض كالثلج. فارتعب الحرس لما رأوه وصاروا مثل الأموات. فقال الملاك للمرأتين: لا تخافا، أنا أعرف أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ما هو هنا؟ لأنه قام كما قال. تقدما وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، واذهبا في الحال إلى تلاميذه وقولا لهم: قام من بين الأموات، وها هو يسبقكم إلى الجليل، وهناك ترونه، ها أنا قلت لكما. فتركت المرأتان القبر مسرعتين وهما في خوف وفرح عظيمين، وذهبتا تحملان الخبر إلى التلاميذ. فلاقاهما يسوع وقال: السلام عليكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، فهناك يرونني. وبينما هما ذاهبتان، رجع بعض الحرس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما حدث. فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ، وبعدما تشاوروا رشوا الجنود بمال كثير وقالوا لهم: أشيعوا بين الناس أن تلاميذ يسوع جاءوا ليلا وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الخبر فنحن نرضيه ونرد الأذى عنكم. فأخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لهم. فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل مثلما أمرهم يسوع. فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فدنا منهم يسوع وقال لهم: نلت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر.